حالة من التنوع الحقيقة الشامل لخريطة رمضان السنة دي ترضي كل الأذواق، اللي بيدور على الاجتماعي واللي عودة كمان للأعمال الدينية بشكل كبير جدا جدا مع رسالة الإمام، كوميدي اجتماعي شعبي. يعني الحقيقة أنه الأعمال بتناقش كمان قضايا مهمة جدا جدا بالنسبة للمجتمع، وده مهم أن احنا نشوفه في دراما رمضان لأنه بتكون دراما الأسرة كلها بتتجمع حواليها، فمهم جدا أن احنا برضو يكون عندنا خطوط الدراما الاجتماعية والقضايا اللي بتمثلنا والقضايا المهمة جدا زي قضايا المرأة المصرية وقصة الزواج الثاني في مسلسلات زي عملة نادرة وحضرة العمدة وعلاقة مشروعة للفنان ياسر جلال ومذكرات زوج كمان للفنان طارق لطفي. فعندنا الحقيقة يعني مجموعة من المسلسلات اللي زي ما كنت بقول لحضراتكم ترضي جميع الأذواق. كمان لو هنتكلم عن الأعمال الوطنية فيجي على رأسها مسلسل الكتيبة 101 للفنان أسر ياسين، وكمان يعني عندنا أكشن بقى ومسلسلات فيها حركات شوية زي ضرب نار لياسمين عبد العزيز، وكمان عندنا جعفر العمدة، وطبعا الجرعة بقى الكوميدية اللي كلنا بنستناها من السنة للسنة اللي بتدي لرمضان بهجة كده وطعم مختلف، ومسلسل الكبير قوي وكمان مسلسل السفارة وكمان مسلسل ألف حمد لله على السلامة. الحقيقة يعني زي ما كنت بقول لحضراتكم وجبة رمضانية متنوعة ترضي جميع الأذواق. خلينا نتكلم كده عن الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان. دلوقتي معانا على التليفون الناقدة الفنية دعاء حلمي. مساء الخير أستاذة دعاء، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بخير، أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي تابعتي الحلقات الأولى من المسلسلات؟ ولو هنبتدي بالمسلسلات الكوميدية بالكبير أوي الجزء السابع وكمان السفارة وألف حمد لله على السلامة. الحقيقه ان زي ما حضرتك قلتي فكره التنوع، فكره الفرايتي، فكره كمان ان احنا السنه اللي فاتت شويه كان عندنا تقصير في المسلسلات الشق الكوميدي، بس لما يبقى السنه دي نازلين بثلاث مسلسلات ده شيء جيد جدا، لان خلاص الفنانه يسرى تقريبا يعني وجدت ضالتها في ان هي غيرت البوصله بتاعتها. بعد ما كنا ساسبنس اجتماعي بقينا رحنا للكوميدي، حته الكوميدي السنة دي مختلفة واللوك مختلف والشكل مختلف، غيرت كتير من الشكل اللي احنا واخدين عليه الفنانة يسرى. فالتركيبة كلها لطيفة جدا، أجواءها مبهجة زي ما حضرتك قلتي، الألوان حلوة، الموسيقى التصويرية، الشكل كله بصراحة جيد جدا. مسلسل السفارة الحقيقة إن قاعدة أحمد أمين القاعدة دي قوية جدا، لأن هو واخدها من السوشيال ميديا وبعد كده أثبتها بالمسلسلات اللي كانت فيها أكتر سيت كوم يعني، أو شكل نقدر نقول ستاند أب أكتر. لكن المرة دي احنا رايحين لدراما كوميدي، لأول مرة أحمد أمين كوميدي نقدر نحتسبها بالشكل ده. فبالتالي هو جمهوره بيحبه، أنا بحبه جدا، والسنة اللي فاتت أثبت نفسه كمان كممثل يقدر يشيل أدوار كبيرة، أدوار جادة. فالحقيقه ان ما خيبش ظننا، واعتقد ان المسلسل كل ما ده اسهمه هتعلى اكتر واكتر. مسلسل كبير جمهوره ومضمون، بقاله يعني اهو سابع سيزون، الناس كلها مستنياه، حافظه شخصياته، حافظه التركيبه بتاعه التوليفه بتاعه الحكايه بتبقى عامله ازاي. فالحقيقه ان لا، جرعه كوميديه دسمه ولطيفه، ويربع عقبال كده حتى الاوف سيزون يبقى عندنا كوميدي اكتر، لان الناس محتاجه الكوميديا ومتعطشه ليها بشكل كبير يعني. البطوله لاحمد امين، والحقيقه زي ما حضرتك كنت بتتكلمي انه قدر خلال السنين اللي فاتت يثبت قد ايه هو واصل لقلوب الناس بشكل كبير. شايفه ازاي البطوله السنه دي ليه التلفزيونيه؟ يعني شايفه ممكن تمشي ازاي؟ دي اول بطوله مطلقه اعتقد ليه. بالظبط كده، فالفكره كلها لا، احنا كمان يعني هو مالي مركزه بصراحه، عارف ازاي يقول ده من منطلق الشخصيه. انا كنت متخيله ان ممكن يبقى في ارتجال كتير، يبقى زي الشكل اللي احنا كنا متعودين عليه منه سواء في الفاميليا او امين وشركاء. لا، المره دي هو سايب الدراما تفرض الحكايه، وسايب الدراما هي اللي تسوقه، فبالتالي الكوميديا من الموقف نفسه. فلا، شايفاه موفق بشكل كبير، وحقيقي واضح ان هو يبقى ان شاء الله باذن الله ضلع اساسي في دراما رمضان كل سنه ان شاء الله اكيد. طب الفنانه يسرى واستعانها الدائم بالشباب، وده حتى بقينا بنشوفه جيل جديد من الشباب اللي داخل الكوميديا مع الفنانه يسرى، شايفه ده ازاي؟ ده ميزه انها كل سنه هي بصراحه، ده النقطه الايجابيه جدا. من اول تقريبا فوق مستوى الشبهات كنا بنشوف، هي اللي رجعت مراد مكرم تاني، هي اللي طرحت شيرين رضا بشكل مختلف في المسلسل القيم دوت. كل سنه بتلاقيها بتنور او بتدي مساحه
لوجوه جديده تبقى جنبها تاخد مساحات كبيره معاها. وحتى ده حصل في شربات لوز، قدمت اكتر من وجه جديد السنه دي، هي كمان نفس الحكايه. ماين السيد بنشوفها مختلفه، ابنها العلاقات بتاعت الناس شيماء سيف السنه اللي فاتت لها مساحه كبيره، السنه دي نفس الحكايه. فليسي معاها، لا يعني هي بتدي، بتسيب الناس تقول اللي هي عايزاه بافهاتها بشكل ان هو، لانه في الاخر بيخدم الحاله الدراميه كلها. فالفنانه يسرى فنانه كبيره، ودي الميزه بتاعتها ان هي فكره بتقف جنب كل الناس اللي محتاجه ان يلقى عليهم الضوء. فالحقيقه ده بيحتسب لها بشكل كبير يعني. فيا رب المسلسل يقدر يعمل الصدى المنتظره زي ما كل سنه بتنتظر صدى كبير، يا رب يكون محقق ده القاعده دي بشكل اكبر كمان. طيب كمان عايزه اكلمك عن الكبير قوي، احنا بنتكلم في الجزء السابع. الحقيقه ان احنا كمتفرجين كل سنه ما بنبقاش متخيلين الضحك ده والكوميديا اللي احنا بنشوفها، والموضوع بصراحه لما نوصل لجزء سابع التحدي بيكبر كمان. فمتخيله السنه دي ايه التحديات اللي عند احمد مكي علشان يقدر يفضل مستمر في حاله انه متصدر مشهد الكوميديا؟ اهم حاجه فكره التزاج، ان الناس ما تبقاش متوقعه ان انا عارفه هنا هيقولوا ايه. فكره التوقع، هو دايما احمد مكي بيكسر حاله التوقع. يعني مثلا تتوقعي ان هو هيعمل افلام كوميدي ورايح يعمل فيديو كليبس واغاني فيها قيمه وفيها رساله وفيها مسج. فالحقيقه ان احمد مكي دايما خارج المتوقع، فالمره دي الناس كلها هتتوقع ومتوقع شكل معين يبقى شبه السنه اللي فاتت. يا رب ما يكونش كده، بس واضح ان لا، ان في حاله تجديد نوعا ما. فدي الميزه ان هو، وبدليل ان الاغنيه نزلت قبل المسلسل ده برضو شكل مختلف وجديد ما شفناهوش قبل كده، واغنيه غريبه ويعني مش متوقعه نهائي. فاحمد مكي ممثل ذكي، يعني نقدر نقول هو نجم. اكتر حاجه بتميزه هي فكره الذكاء. صحيح. فيا رب الذكاء السنه دي بقى كمان يخدمه اكتر واكتر، وان المسلسل يلاقي نفس الصدى بتاع السنه اللي فاتت واكتر. طيب من وجهه نظرك اقوى المسلسلات اللي اخذتي عندها انطباعات جيده جدا من الحلقات الاولى كانت ايه؟ وحضرتك شخصيا حريصه على متابعه اي نوع من المسلسلات؟ الحقيقه انا متميزه للمسلسلات الجاده اللي بتطرح قضايا جاده، يعني انا متحمسه جدا لسوق الكانتو، متحمسه جدا لمسلسل عن عمله نادره نيلي كريم، لان هم فعلا الكواليتي هايله جدا، كواليتي الموضوع، كواليتي الممثلين. سوق الكانتو امير كراره ومي عز الدين، وفعلا كان في كلام كتير عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي امبارح. ده حقيقي. عندك كمان سره الباتع، الحقيقه مفاجاه لغايه دلوقتي، ما تخيلتش. ما تخيلتش ان هو يبقى بالقوه دي لغايه دلوقتي. الحلقه الاولى مبهره بصراحه. ففي اكتر من مسلسل الحقيقه ملفتين للنظر، فانا بطبعي بميل للمسلسلات الجاده اللي بتناقش قضايا يمكن ليها خلفيه سياسيه، يمكن يبقى ليها خلفيه تاريخيه. وطبعا رساله الامام الحلقه الاولى مبهره بكل المقاييس. صحيح. مبهره. خالد النبوي دي منطقته، ده ملعبه اللي لازم يستغل طول الوقت. يعني انا شايفه ان خالد النبوي ما يعملش اي حاجه غير تاريخي او ديني، يعني استثمار كبير جدا اللي بيحصل ده ل موهبة عظيمة زي خالد النبوي. ده حقيقي، لأن هي فعلا ده ملعبه الرئيسي، فكرة اللغة العربية الجيدة جدا، مخارج الألفاظ الواضحة، الثقافة، المذاكرة الجيدة للشخصية اللي هو بيلعبها. هي أن خالد النبوي فعلا احنا يعني محظوظين بوجوده في المنطقة دي تحديدا يعني. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا النقادة الفنية دعاء حلمي، شكرا جزيلا على وجودك معانا.